كذلك يقول السائل من فرنسا يقول: أي تفسير أنسب للعامي؟ نحن نقرأ في أيسر التفاسير للواعظ بالمسجد النبوي أبي بكر الجزائري، فهل هذا التفسير يناسبنا؟ التفسير أيسر التفاسير، هذا فيه فوائد وفيه سهولة، فيه سهولة للمبتدي، فكونه يطالع فيه ويقرأ فيه يستفيد إن شاء الله منه. وإذا أراد الزيادة التفاسير الأخرى موجودة الحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.